الراجل التاني ازاي دلوقتي؟ الراجل التاني مفروض هيدخل علينا وحاطط في الجاكيت بتاعه وردة حمراء. طب وهيحط الفازة ازاي في الجاكيت يا دولة؟ اوكي. اهلا وسهلا. ده ايه اللي اخرك ما؟ يا دولة حطيتها من غير فازة فعلا. بس بقى كلمة السر ايه؟ كلمة السر ولا رمز كلمة السر ايه؟ اخاصمك. هيفاء يلا حاجة الهيفاء. شخبط شخبيط نخبيط يا رسام. بس مش افتكرتها. سالم حوش صاحبك عني. سالم صاحبك جنني. سالم انت والله في ايه؟ الناس هتاخد بالها. الناس هتاخد بالها يا غبي يا غبي. احنا لسه ما تعرفناش بحضرتك. انا ابن عمك الحاج جيه، الحاج جمال يعني الشهير بالراجل التاني. وانا عين عادل يعني الشهير بدولة. وانا هره رمز يعني الشهير بالجزمة. حضرتك احنا جبنا الفلوس وجبنا الباسبورات وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. انا دلوقتي هاخد منكم الفلوس على بركة الله. هات الفلوس يا ابني بس بالراحة من غير ما حد ياخد باله. بالراحة. حاضر. هات الفلوس يا رمزي بالراحة. يا دولة اتفضل. ايه دولة؟ حد خد باله. عيب، احنا شغلنا مية مية ما تقلقش. المهم عامل ايه؟ عامل لي عشان محدش ياخد باله. حضرتك هنعمل ايه بالظبط وهنسافر امتى وازاي؟ انتوا دلوقتي مدام دفعتوا الفلوس يبقى انتوا مؤهلين ان انتوا تقابلوا الراجل الكبير الزعيم. يعني الزعيم؟ هو في لسه زعيم؟ هو مش انت اخر حد هنقابله ولا ايه؟ لا، انا شغلتي ديليفري، عليا توصيل الجوازات والفلوس للزعيم. يا ابني احنا جماعه منظمه جدا، يعني تقدر تقول علينا مافيا. لا حضرتك واضح عليك ان انت مافيا مافيا مافيا. وحضرتك يعني طب احنا كده هو هنسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الصبح هتقابلوا الزعيم عند الحاج سين، الحاج سالم يعني. سلام. جهزوا نفسكم للسفر خلال يومين. سلام. ماشي. سلام سلام سلام. اموت انا في جو الحسابات دي. ايه محافظين على الاسرار وطول الوقت وانت اتشخر ايه؟ انا اسف. اصل ايه دول اعصابها ايه؟ شغلها على ميه بيضة. انا صراحه اطمنت ما شفت الراجل ده بجد، يعني الحاج جي ده هايل. الله يا دول امك ده عيالك يا دول. مالكش دعوه. يلا بينا. يلا دول. يا فاضل يومين واسافر مصر. هتوحشني قوي يا رمزي. مش هتوحشني ولا حاجه. مش هتوحشني. يلا يلا امشي. فمن حكايه البحر والمركب دي انت ما بتعرفش تعوم؟ لا، ما يا مرات عم ان شاء الله هنشتري عوامات واحنا ماشيين. فين رانيا يا عادل؟ مش معقول. اكيد 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 هي مش قادره تستحمل لحظه الوداعات بتاعتك. وداعاتي بس يا حماتي، واحده جوزها مسافر وضع طبيعي انها تودعه يعني. يا رانيا لا ايه يا رانيا؟ ايه بس؟ خايفة عادل، خايفة تسافر ايطاليا وبعدين تبص على واحدة ايطالية شعرها اصفر ضاربها السلك حيث ان انا عملت شعري اسود يعني. بس ما تقلقش ارجعهولك زي ما كان. انا عارفاك يا عادل، عينك زايغة وقلبك مفعوص كده بيجري على اي حاجة. ايوه فعلا انا عينيا زايغة صح؟ خلاص يا بيبي مسافر. صرحني عادل. مش انا اللي هرد عليكي، شادية هي اللي هترد عليكي. مسافر. ها شفتي؟ خلاص بقى على موبايلات بقى. طمني عليك. لا موبايلات ايه، هبعت لك جوابات ارخص. انا طول عمرك كده يا حبيبي مسرف. طب يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه. الوداع الوداع يا اسره. الوداع يا اسره. عادل اخويا الوحيد.
عايش من غيرك ازاي يا عادل؟ سناء اختي، سناء اختي، ما تعمليش نفسك كده يا سناء. ما تنساش الهدوم اللي قلت لك عليها، انا عايزه شنطه ونص ليا لوحدي. يلا بنت، يلا بنت. عادل جوز بنتي حبيبي وحيدي. ايوه يا حماتي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. مش هنسى البرفانات طبعا، ما تبطلوا الحركات، تخشوا على طول. ميرسي ميرسي يا جماعه. السلام عليكم. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. مع السلامه. يلا. ايه كهربتي ولا ايه؟ بقول لك ايه، هو اليورو دلوقتي بقى بكام؟ مش اما اوصل هناك الاول يا رانيا واعرف اليورو بقى بكام. اوصل بس يا ماما. يو بقى دول. بص انا هروح بقى اجيب الاتوبيس لحد هنا، ما تخلصونا يا جماعه، شنط تقيله بقى على ايدي. يلا يلا. ابي عادل، ابي عادل، اوعى اول ما توصل تنسى تبعت لي اللابتوب اللي اتفقت معاك عليه. ها؟ حاضر. اه وانا كمان يا بابا، ما تنساش اللعب بتاعتي. حاضر يا ياسمين. يلا باي باي، سلام عليكم. سلامة يا ابني، قلبي دعي لك يا حبيبي، مع الف سلامة. مع السلامة يا ماما، مع السلامة. يلا يا رمزي بقى نطلع على اوروبا بقى. ايه ده دول، انت مش قلت ايطاليا؟ يا انا ما اوروبا جوه ايطاليا يا اهبل يا اهبل. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. سلامة. ما تنساش حاجاتنا يا عادل. لابتوب يا بي. باي. ايطاليا ايه يا اهبل، احنا لسه في ليبيا، بعد خمس دقايق هيجوا ياخدونا يودونا بقى على ايطاليا بالمركب على طول. يالا والله امك داعي لك يا دول. مالكش دعوه، مالكش دعوه. خمس دقايق ايه يا استاذ؟ احنا بقالنا هنا اربع شهور في الاوضه المعفنه دي، ده احنا نفسنا نتمسك ونترحل على الاقل نرتاح من المرمطه اللي احنا فيها دي. تتمسك؟ حد ما في حد يتحرك، انتوا مجهود عليكم، هات اترحلوا. احنا ما لحقناش، بقى لناش خمس دقايق. معلش بقى دول، هناخد راحتنا بقى في ايطاليا. انت فكرك البوليس هيودينا ايطاليا يا اهبل؟ هيرحلونا على مصر يا عبيط. حاضر سيادتك، امسكوا ده، انت اللي بوظ. يا اسكت بقى، اسكت بقى، انت اللي لعسني وهتبوظ لهم كنبه. الكنبه بتاعت الحكومه يا ابني، كنبه الحكومه جمل. يا دي اسكت يا، انا مش كفايه الشنط اللي انت ضيعتها يا غبي. وحشوني والله العظيم، وحشوني. رانيا جبتوا البطايق ولا يرجعونا ليبيا تاني؟ يا حبيبي ايه اللي جرالك وبهدلك البهدله دي؟ اتمرمطنا يا رانيا، رجعونا من ليبيا مترحلين، بقالنا شهر الغبي ده مش فاهم يعني ايه مترحلين، فاخرنا في الترحيل. انا عليك يا حبيبي، بهدلوك 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 يا حبيبي. يا رانيا جبت عيش وحلاوه علشان هموت من الجوع يا رانيا. مين جراف؟ رانيا انت قصدك ما عرفتيش اللي حصل لنا، احنا اتبهدلنا، اتضحك علينا، اتضحك علينا. يا موكوس يا موكوس، مش عارف توصل لغايه ايطاليا؟ لما جينا طالع البرفانات ولا انا طالني الهدوم المستورد، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. يعني مش همك غير شويه الهدوم والبرفانات؟ ده انا اتمرمطت، ده انا كان نفسي والله اجيب لكم هدوم من روما، بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني مش هقدر اجيب لكم حتى هدوم من العتبه. معلش يا رجاله حبيبي، على قد ما انا متضايقه من اللي جرالك والبهدله اللي شفتها، على قد ما انا مبسوطه انك رجعت لي بالف سلامه يا قلبي. الله يسلمك. مين ده؟ مين ده؟ يا رانيا، يا رانيا اهم حاجه يا رانيا، الشريط لسه عندك؟ شريط ايه؟ الشريط اللي هو بتاع شادي، اللي هو خلاص مش مسافر، والختمة ما مسافر، وبضربه بالجزمة لو سافر عندك. البضاعة لحد غيري؟ خيرها في غيرها معلم عادل، واحد جالي وفلوسه كاش، وانا كنت مزنوق. يعني انت مزنوق تزنقنا انا؟ طب على الاقل اديني نص البضاعة يا معلم. بس يا عم عادل انت راجل طلباتك قليلة، من الاخر كده ما انتش قد البيعه دي. واتفضل يا عم، ادي عربونك اهو، وانزل بقى من على ودني. انزل من على ودنك؟ بتبيعنا مقبره؟ ده شغلي، والشغل ما فيهوش ياما ارحميني، وانا بقى غلطان اني اشتغلت مع واحده فندي زيك. ماشي مقبره، انا بقى مش هخليك تبيع حته جعران واحده في المنطقه، ودلوقتي اطلع بره. ده انا ادفنك، انت ما تعرفش انا مين؟ ده انا مقبره. عارف وخايف يعني، ومع ذلك اطلع بره بسرعه. وحدوه. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله بقى يا دوله انك خدت عربونك من اول وجديد. احنا بقى نروح لاخوه مدفنا ناخد البضاعه اللي احنا عايزينها كلها. انت بتتكلم ليه؟ انت بتفكر ليه اصلا يعني؟ المهم دلوقتي السيزون خلاص قرب يبتدي وما عندناش بضاعه جديده. طيب يا دوله، احس بقى ان يعني الفلوس معاك كلها يعني، فانا عايز ورقه ب 20 جنيه عشان اجر مستكل بحر اللي هو جيسكي كي. جيسكي كي؟ وهتعمل ايه بالجيسكي كي؟ هتروح تركبه في الحاره اللي ورانا، ولا هتيجي تتفسح بيه هنا في الحمام؟ يا دوله بقى عايزين نتفسح بقى يا عم، ونقفل البازار ده شويه بقى. عايز تتفسح يعني؟ انت عايز فلوس يا رمزي؟ اه يا دوله عايز فلوس. طب ايه رايك بقى مخصوم منك 20 جنيه، وادخل دلوقتي على البازار عايزك تنضفه، عايزه بيبرق. ايه
ايه يا دولة؟ طيب لا مش عايز تديني فلوس يا عم، ما تدينيش، بس ما تقعدش تخصم لي بقى. تخصم لي بتاع ايه يعني؟ بتاع فول، بتاع اللي بتاعه مالكش فيه. عايز حاجه؟ ماشي ماشي يا دولة. بص على العموم يا عم، نتكلم بعدين يا عم. ايه اللي نتكلم بعدين وانت صاحبي جاي تصاحب عليا تقول لك اتكلم معاك بعدين؟ يلا 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 يلا، اتكل على الله، غور من وشي غور من وشي. ماشي ماشي يا دول، حصل خير يا عم، حصل خير، انا هستحملك. ماشي تستحملني بتاع ايه؟ ده انا اللي مستحملك بالعافيه يا رمزي. بص انا العفاريت الزرق بتتنطط في وشي من المقبره اللي كانت. يلا اتكل على الله اتكل على الله. طب ايه دول عايز اعمل لك ايه؟ طيب بقى اهدى كده، اهدى يا عم، اهدى. ولا ولا ابعد عن وشي، غور يا رمزي، غور غور. ماشي 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 ماشي، براحتك اضرب براحتك. ماشي خد تعال خد تعال. يا صباح يا معلم رمزي، في ايه؟ بهزر معاك، مالك يا عم؟ انت متضايق ولا ايه؟ حته والله يا دولا، ده تعبني قوي قوي يعني، وخايف اشد عليه يتقطع. لا يا عم شد عليه، ولو اتقطع ابقى رفيق. صالحه يعني صالحه. انا هفضل بس مستحمله لغايه امتى بس؟ روح يا حته والنبي، روح هات لي اتنين شاي. انت مستني حد يجي لك ولا ايه؟ لا اصل انا هقعد بس اكلم نفسي شويه فهنزلها. ايه رايك؟ يعني احنا بنعمل واجب مع الناس، مش هنعمله مع نفسينا؟ الباشا ما قاليش بقى نفس سكرها ايه؟ نفس سكرها زياده حته. الباشا باشا امرني. الاعتصام بكره قدام مكنه 6، الخراطين قدام، اللحامين ورا، واحنا رئيس زكريا. انتوا قسم التغليف، يعني في اخر المظاهره، انتوا الفينش بتاعها. بس ممكن سليم البدري يحلنا بجزمته. سليم مين وبدري مين يا عم؟ انا معايا تليفون زينهم السماحي، هكلمه يجي يطبقها. ايوه بس زينهم السماحي مشغول مع قمر السماحي، اتطلقت ورجعت شايل عيلين على كتفها. عملها ابن البدري وطلقها، بس ده مش المهم، المهم هو الاضراب والاعتصام، لان ده هو ده الحل. احنا مش اقل من عمال مصنع المكرونه الاسباجيتي اللي غيروا خطه انتاجها وخلوها مقصوصه. بكره يا جماعه التجمع بتاعنا بعد ماتش الزمالك، طبعا كلنا زملكاويه، يعني هنتغلب، دمنا يتحرق، نروح نفش غلبنا في سيستيم البدري. خلاص اتفقنا، اليوفط بكره تكون جاهزه يا جماعه. يلا سلام يا رجاله. سلام سلام. استنوا اخرجوا واحد واحد. يلا بقول لك يا رز زكريا، الاضراب بكره مش كده؟ ها مش كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب سلام بقى بكره بقى، ها بكره الاضراب. ها ماشي متفقين ماشي. طب سلام بقى سلام. ايه يا حته؟ ايه فين الشاي بتاعي؟ ساعة؟ عندي عندي ده يا ريس زكريا. ريس زكريا؟ انت عرفت اسمي منين؟ يا عم انا سامعكم من الصبح يا عم، وانتوا عمالين يعني تتكلموا على الاضرابات والاغتصابات. اغتصابات ايه؟ هتخرب بيتنا. اسمه اضراب. اضراب؟ انتوا هتضربوا مين طيب؟ هتضربوا حد غلس عليكم؟ غلس علينا ايه بس؟ انت في سنه كام يا ابني؟ ما روحتش مدرسه. بص يا ابني، احنا عمال مطحونين. ايه عمال مصنع زهره؟ زهره ايه بس يا ابني؟ يا ابني افهم، احنا عمال مطحونين، طالع عنا شغالين ليل ونهار، اصحاب المصانع بيلموا الغله واحنا بيتمص دمنا. ما تفكرنيش بقى وتقلب عليا المواجع بقى بالخصومات بتاعه الدوله اللي عماله ترف على دماغي. الاخ عامل برضو؟ عامل جمعيه انا والواد حته ب 35 قرش، بس شكلي كده هتزنق ومش هدفعها من الخصومات بتاعه الدوله دي. لو احتجت لاي حاجه انا تحت امرك، ولو انت حاسس ان انت مظلوم ما يهمكش، اعمل اضراب. اضراب؟ لا يا عم لا، ما اقدرش انا اضرب دوله، ده ايديه قويه قوي. يا ابني افهم، اضراب يعني تنتين عن الاكل، عن الشرب، عن العمل، عن كل حاجه، ترفع يوفط اعتراض على مصنع دوله ده اللي واخد حقك. ايوه بس حضرتك يعني دلوقتي انا لما اجوع وارفع اليوفط دي انا هصرف، يعني انا هستفيد ايه؟ يا ابني مش مهم، المهم ان انت هتثير الراي العام ضد مصنع دوله ده اللي واخد حقك. الناس من اسكندريه لاسوان هتمشي وراك وتهتف يسقط دوله يسقط دوله يسقط دوله. شايف شايف الصوره؟ شايف. انا فين؟ انت اللي هناك اللي شايلينه على كتافهم ده. طب تفتكر يعني بقى دول هيشيل لي الخصومات؟ مش كده وبس، ده احتمال كمان يديك علاوه. لا 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 ما تقولش بقى يا ريس زكريا، لا لا ما تقولش يا ريس. بس زكريا ايه؟ اسكت اسكت، ما حدش يعرف اسمي. بص يا حبيبي اهو، باصص اهو، ده قانون العمل، عايزك تقراه كويس وتحفظه صم، وبعد كده تحرقه. ده يعرفك اللي ليك واللي عليك. سيب بقى، انت مش قلت هتديني بقى بتاعي؟ سيب بقى يا ريس زكريا. انكل رمزي فين ابوك يا بت؟
استاذ عادل كنت عاوزك في موضوع. ايه اللي جابك هنا اصلا يلا؟ يلا انا ايه ليا اسم تندهل بيه؟ ليك اسم وكمان عرفت اسمك، فاضل بقى كمان تكون عرفت سنك. اه في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله هتم 27 سنه. اكتوبر وانت عارف اكتوبر ده اساسا اللي قالك عليه، يعني قالك ده شهر ولا كوبري؟ شهر شهر يا عادل، وبالاماره بيجي بعد رمضان. ما هو ده يا عادل عيد اكتوبر المبارك. طب اقعد يا رمزي اقعد عشان مش قاعد. طول ما انا في بيت الراجل ده هو انا مش هقعد، علشان لو قعدت يبقى هتنازل عن حقوقي. ما انت طول عمرك قاعد واكل شارب نايم يا عويل، وبعدين هنتحايل عليك عشان تقعد ان شاء الله وعمك ما قعدت. اطلع بره يا جماعه، استهدوا بالله كده هو انا جاي اتفاهم بشكل ودني. ودنك زي ودنك عمر بالظبط، يعني انت جاي فرحان بودنك ولا ايه؟ في ايه يالا؟ مالك يا ماشي ماشي شر يا ولاد انتوا اخوات، في ايه؟ والنبي يا حاجه انعام خليكي في الملوخيه اللي انت بتقرطفيها دي. ده انا ارطف ودنك، ارطف ودنك، ترك ترك ودن ودن. الا ماما يا قليل، يا الا ماما يا قليل الادب. اهدي اهدي يا ماما. اهدي يا سناء، عايز ايه يا رمزي؟ يا انت بتتريق على طشه ملوخيتي؟ طب انا كنت هديك طبق، لكن عشان قله ادبك دي ولا لقمه هتاكلها. انا الحمد لله مش مستني احسان من حليتك. ارطافي 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 ارطاف ولا لا؟ ده كده زادت عن حدها. كل يخش جوه كل يخش جوه سيبونا انا اتصرف معاه بقى. بيبي ما تستخدمش معاه العنف، الواد ده الواد ده 13 وبس. انا هتصرف، هستخدم معاه طريقه ترويض الجحش. طيب يا رمزي خش جوه، كل جوه كل جوه كل جوه كل جوه. على اساس ان انت واحده منهم ولا ايه؟ تعالى هنا. بقول لك يا استاذ عادل ما تمدش ايدك، انا عارف كل حقوقي. حقوقك طبعا. ما تمدش ايدك. ايه هلا في ايه؟ عايز حقي. عايز حقي؟ ده كده مش رمزي، كده هاني رمزي. بص بقى، ولا هاني رمزي ولا سهير رمزي، ما تنسنيش بقى وتلخبطني الاسم اللي طول عمري بحفظه. الله الله الله، ده القوالب نامت والانصاص قامت، القطه كلت عيالها ولا في ايه يا رمزي؟ بقول لك ايه، ما تقاطعنيش وانا بتكلم. لا ده انا مش هقاطعك، ده انا هقطعك يا هقطعك. في ايه يا رمزي؟ ماشي انا هروح بقى اشتكيك لنقابه المعلمين. ده على اساس ان انا المعلم بتاعك. اه ماشي اشتكينا يا رمزي. هشتكيك ماشي. اشتكينا غور يا رمزي. وهقول لهم على دي كمان على فكره. هتقول على دي؟ اه. طب قول لهم بقى كمان على ده. ماشي ماشي ماشي. استنى ايه هتكتب؟ سلام. الواحد يجي جاي يصطبح اجانب داخلين جوه البازار. ايه ده؟ لا للخصومات لا للكشري، نعم للرفق بالحيوان، تماثيل البازار تؤيد رمزي. هو انا وقعت في مظاهره ولا ايه؟ مين الحيوان اللي علق اليوفا دي؟ انا اللي علقتها. يا سلام، انت اللي علقت. بتشوه سمعتي قدام السياح. يلا انا عامل اعتصاب ومش هقوم غير لما تنفذ كل مطالبي. ما انت مطالبك اتحققت، انت مش كاتب يافطه وكاتب عليها ايام دونكي، يعني انت حمار. خلاص عادي جدا. عايز ايه تاني غير انك انت تبقى حيوان ونعم بالرفق بالحيوان؟ عايز ايه تاني؟ ماشي يا دول، اقعد اغلط اغلط ومش هتزحزح من هنا خالص. يعني مش هتقوم خالص؟ طب تعالى بقى تعالى بقى. انت ما تجيش. او ماي جاد، ماذا تفعل بهك الجحيم؟ هذا ليس شأنك، هذا ليس شأنك، انني اتصرف معه كما شئت. تبا لك. النجدة النجدة. اغلق فمك ايها الوغد، ساقتلك ساقتلك. يا الهي انه يلكمه في مؤخرته. هل انت اتيت في جمل؟ فلألكمه. اضرب برزقك فاني اتألم. انني اريد ان اعلمك. انت فقدت صوابك، هذا العمل عواقبه وخيمه. رخيمه رخيمه، انت لا تدري اجل ماذا يفعل به. انهم مرمطني لقد طلع ماي ايز. يوجد قانون يمكن ان تقاضيه لحاكم الولايه. ولايه؟ وده يفهم ولايه؟ ده مش فارقه خالص. اضرب برفق فاين بنطاليا تفتى. سوف ارفيه لك يا روح خالتك. صحقا، ماذا فعل لكل هذا؟ لقد فعل حاجات كتير محدش ليه دعوه. انت يا عم ايه؟ انت جاي لي من المسرح الاوروبي ولا انا سيبت سلطتك عليا؟ ملوكش دعوه ملوكش دعوه ملوكش دعوه. الغوث النجدة. حته والسكر بره. حاضر يا باشا. دول عندي ادي حته. امورنا يا معلم رمزي. ما يصحش، انت عامله بدون ماء. يا عم ربنا على المفتري. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا عينك. ونعم بالله، بس يعني يا خواجه انا اعمل ايه بعد كل اللي انا عملته ده؟ اترك لي هذا الامر، فانا اعمل مراسل في قناه خد حقك، وسوف اتبنى قضيتك وسوف تحصل على جميع حقوقك. اعلن قضيتك امام الراي العام العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم.
بصوا حضراتكم يعني انا واخويا على الغريب، وانا وانتم واخويا والغريب على ابن عمي اللي هو دولة يعني. وده يا موفق، منذ متى وانت تعمل بالبازار؟ حضرتك يعني منذ طفولة اظافري. ياما وقفت جنب دولة حبيبي دون في ازماته اللي انا كنت دايما محققها له يعني، وياما رحت جبت له كياس كشري وعلب، وساعات كنت بقضي مشاوير تخص مراته اللي هي ام ياسمين رانيا. وما هو راتبك الشهري؟ حضرتك انا بشتغل معاه بلقمتي حضرتك. اذا هي السخره تعود من جديد. هل كان يعتدي عليك بالضرب المبرح؟ لا هو الحقيقه يعني الضرب ما كانش مربح ولا حاجه يعني، ما كانش بيحاسبني على الفلوس يعني بالاقلام يعني ولا اي حاجه، وياما خدت منه اقلام وشلاليت وما ادانيش ولا اي فلوس. اذا هو عهد المماليك يعود من جديد على يد المملوك عادل سعيد. حضرتك انا ممكن بس يعني اضيف حاجه صغنطوطه كده هون يعني، انا من ضمن يعني اسباب اعتصامي وقوفي مع حضراتكم دلوقتي نومتي حضرتك يعني. انا ياما قلت لدول حبيبي هات لي مرتبه سفنجه علشان انا بحب اتنطط وانا نايم يعني بالليل. حضرتك انتوا ممكن تسالوا حته اللي شغال في القهوه اللي جنبينا، قولوا له انا بدفع مشاريب لرمزي قد ايه يوميا، بدفع له 7 جنيه. تخيل حضرتك بيشرب الكوكتيل وهو مش مقتنع ان الموز فاكهه، بيشيل الموز وبيرميه، حتى ما بجيب له حواوشي وده مفروض وجبه ضخمه يعني، بيرمي اللحمه اللي جوه العيش وبياكل العيش حاف يعني. وماذا يقصد بهذا التصرف الغريب؟ حضرتك انا مش عارف هو يقصد ايه، يمكن مثلا عامل نفسه نباتي ولا حاجه. حضرتك وماذا عن المبيت الغير آدمي بالبازار؟ لو حضرتكوا يعني تقصدوا موضوع المرتبة السفنجة أنا هقول لكم على كل حاجة. صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. هو جالي من فترة كده وقال لي أنا عايز مرتبة سفنجة، قلت له ما عنديش مشاكل يا رمزي يعني عادي جدا، حقك أجيب لك مرتبة، بس أنا حبيت أجربه الأول في يعني بتاع دي مخدة سفنج. جبت له المخدة السفنج، تتخيلوا عمل فيها إيه؟ يا ترى إيه؟ عمل ايه بقى يا سيدي؟ فك المخدة السفنج وخد منها السفنج وبالموس، قعد يقطع السفنج حضراتكم ماشي عشان يعملوا كورة شراب. السؤال يطرح نفسه، يا ترى جاب الشراب منين؟ حضرتك يعني جاب الشراب، انا مرة كنت داخل يعني اتوضى فقلعت الجزمة والشراب، خرجت لقيت فردة شراب واحدة لدرجة ان الرجل التانية خدت برد، وممكن تسألوا الراجل اللي هو شغال في الأجزخانة اللي جنبينا يعني، لأن أنا خدت منه قبل كده يعني مضاد حيوي بتاع البرد. إيه ده نمرة البيت، البيت بيتك الأستاذ محمود سعد. ألو أيوه أستاذ محمود. يا أستاذ محمود حضرتك يعني أنا بتصل كتير جدا بالبرنامج بلاقي التليفون مشغول. ها؟ لا حضرتك ضرب إيه معقولة هضربه يعني حضرتك؟ لا يعني حضرتك ها؟ لا بديله مرتبه طبعا، بديله مرتبه. هو قال لحضرتك إن أنا بقلب على البرنامج بتاعك وبتفرج على برنامج العاشرة مساء؟ حضرتك يعني هو بيكذب عليك، انا متابع حضرتك وده يمين هتحاسب عليه من ايام ما كنت حضرتك بتقول اشرب العصير اشرب العصير. ايوه يا فندم ايوه يا فندم. الو يا استاذ محمود، استاذ محمود وطي التلفزيون اللي عندك استاذ محمود. يظهر ما دفعوش الفاتورة. ها في اسئله تانية؟ وماذا عن الضرب؟ الضرب حضرتك يعني احنا كلنا ضربنا واحنا صغيرين، عشان ايه؟ عشان نتعلم. ثانيه واحده. العشرة مساء. الو ايوه استاذه منى. والله انا معجب بالبرنامج بتاع حضرتك جدا، اكتر برنامج بشوفه في حياتي يعني. رمزي قال لحضرتك ان انا بقلب وبتفرج على البيت بيتك؟ لا حضرتك هو يقول اللي هو عايز يقوله، انا بتفرج على العاشره مساء من ايام ما كانت العاشره الا ربع. يا استاذه منى استاذه منى. الو ما دفعوش الفاتوره برضه كده. مش فاضل قدامي غير الاستاذ معتز الدمرداش. حد معاه نمره معتز؟ صباح الخير عليكم. صباح النور يا اخوي. انا جون دي باولا، محضر مع اتلانتا لامور مستعجله. امور يا استاذ جون باولا، امور حضرتك عايز ايه؟ اريد توقيع السيد عادل سعيد على استلام الحكم، فقد خسر القضيه التي رفعها عليه الشاب رمزي. ايه؟ الشاب رمزي؟ ليه؟ هو قال لكم ان هو جزائري عشان كده بتقفوا معاه؟ لا داعي لمثل هذا الكلام، فقد خسرتم القضيه وعليه لابد من دفعكم المبلغ نصف مليون درهم كتعود عن الاضرار التي لاحقت بالشاب رمزي. لا ده ظلم، ده ظلم. عادل عادل ما تضيعش نفسك عشان الشاب رمزي. بيبي يا حبيب قلبي، سلامتك من سلامة قلبك يا ديدي. غدر بيا الجبان الندل الندل الجبان. دولة حبيبي دولة، ازيك يا دولة؟ ازيك يا دولة؟
جاي دلوقتي عايز مني ايه؟ عايز تنتقم مني؟ جاي تموتنا اكتر ما انا هموت اهو. الف سلام عليك يا دولا. لا ما تقولش كده دولا، الف سلام عليك. عايز ايه؟ عايز ايه يا كلب؟ اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. وايه القميص اللي انت جايبه ده؟ انت صرفت الفلوس كلها جايب قميص وجايب كمان بتاع جديده، يا نهار ابيض. يا دولا ايه يا دولا؟ فلوس ايه بس اللي صرفتها يا عم؟ انت بتدفع حاجه يا دولا؟ يا دولا حبيبي انا مش عايز منك غير انك ترفع لي بس عن الخصم يا دولا. معلش يا عادل يا حبيبي، ده كلهم 20 جنيه يا بيبي. ماشي ماشي، هرفع عنك الخصم وبعدين هباخده تاني. طب يا دولا بقى، يعني انا ليه حبه شروط كمان بعد اذنك؟ كمان حبة شروط؟ يعني شايفة بيستغل مرضي وكمان بيفرض شروط؟ بص يا رانيا. معلش يا بابا نسمعه ونشوف. ماين يا عادل ماين. ايه شروطك؟ تعمل لي اشتراك توك توك اروح بالشغل وارجع بيه كل يوم. شفت النمرضة، شفت النمرضة. وبعدين توك توك ليه؟ اذا كنت انت بتبيت في البازار هتستعمل التوك توك في ايه؟ هتلف بيه جوه البازار من المرتبة للشغل يعني. اه صح. طب بص يا دولا، يعني اكسر لي تمثال كل يوم في البازار وما تحاسبنيش عليه يا عم، ماشي؟ وتجيب لي كل يوم كوبايه كوكتيل بشلمون وعلبة كشري. علبة كشري؟ طلباتك زادت قوي يا رمزي وبتقرص عليا، يعني كمان علبة كشري؟ علبة. معلش يا دولا انا اسف يا دولا، والله صعبت عليا. طب بص بلاش يا عم العلبة دي ونمشيها كيس كشري بس يا دولا حبيبي. دولا حبيبي. خلاص خلاص. السلام عليك يا دولا. انا جزمة. دولا عارف انك جزمة ووسخ ايدي. بص ازاي. ماشي خلاص، هجيب لك كيس كشري كل يوم بس على شرط انا كمان بقى. امرني يا دولا حبيبي. مش انا كنت كل يوم بديك قلم بسقعك قلم كده؟ ياه وحشني وحشني والله. طيب يبقى انا كل يوم ليا قلم. ماشي يا دولا. انا بقالي كام يوم ما ضربتكش؟ 3 ايام يا دولا. 3 ايام ما ضربتكش؟ ايه 3 ايام دول بكام قلم؟ بثلاث اقلام يا دولا يا حبيبي، الف سلام عليك. 3 اقلام. طيب تعال لي. ايه ده دولا؟ معاك خلفاوي براحتك. وبعدين في الزفت خلفاوي ده هعمل له ايه يعني؟ عمال بيزن عليا، يزن عليا كل شويه عشان الفلوس بتاعته. طب يا دولا ما دام يعني عمال يزن على ودانك كده هو، ما تحط له قطن في ودانك هنا او سفنج. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده، بيكلمني كاني شغال عنده يعني، بشنبه اللي عامل زي قرن الجاموسه ده. لا بس بصراحه يا دولا يعني معلم خلفاوي ده راجل جدع. جدع ايه يا ابني؟ ولا جدع ولا حاجه. ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي. معلم خلفاوي والله حضرتك لسه كنت جايب سيرتك انا والحيوان ده. بأمارة ارم الجاموسة. عسر الكلام، اطلع بفلوسي يعني الصعب. بص حضرتك انا مش نصاب ولا حاجة، انا ليا فلوس كتيرة قوي في السوق بس الناس ما عندهمش دم ما بيدفعوش حضرتك لغاية دلوقتي يعني. ما تقول لنفسك يا اخي. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ما عنديش دم؟ ماشي. عموما الشتيمة بتلف تلف وترجع لصاحبها. اما صحيح اللي اختشوا باتوا ابقى مدينك وتغلط فيا وفاطيتك. طيب عادل انا هاخد فلوسي تالت ومتقلب ولا انت؟ ماشي على مفخلك اركبه. مع الف سلامه يا معلم الكل. الف سلامه الف سلامه. مش تقول لي يا غبي، مش تقول لي ان هو واقف ورا ظهري. احسن احسن. ماشي ماشي يا رمزي ما فرجتك. بقول لك إيه؟ ايه، عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاع حتحور ده اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم يمكن اخد منه فلوس. حاضر. لا لا ولا اقول لك لا لا بلاش هتكسره، ما انت هو بتكسر طول الوقت. انا هطلع اجيبه بنفسي. وادي السلم كويس. ماشي اطلع بقى دولا. بس بقول لك ايه، اطلع واحده واحده. ليه يعني طالع سلم المجد؟ ايه ده السلم بيرقص كده ليه يالا؟ ايوه يا دولا، ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرم. رجلي يالا رجلي رجلي رجلي. يا دولا نسيت اقول لك حاسب السلمه المكسوره. يخرب بيتك، جاي دلوقتي تقول لي حاسب السلمه المكسوره؟ رجلي يالا، اتصل بالاسعاف ولا اتصل بدكتور بسرعه؟ طب انا ما ينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي اتصل بالاسعاف ويجي؟ اعمل اي حاجه، الحقني يالا رجلي شكلها اتكسرت ولا بسرعه. بس الف حمد وشكر ليك يا رب، السلم لسه بخير. اتصل يلا اتصل 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 اتصل. حاضر يا دولا. مليني دولا. كام يا دولا؟ نمره ايه؟ 55 يا حبيبي، 55. عين وصابتك ورب العرش نجاك يا ماما. وانا خبطت في ميكروباص منه للازف الطين رمزي، انا كنت خايف ان هو يكسر التمثال، كسرت رجلي وكسرت التمثال. معلش يا دولا الف سلام عليك يا عم، بكره ان شاء الله تخف اهو، واللي اتكسرت جبس اهو. دولا مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومش؟ انا مش عارفه انت اصطبحت بوش مين النهارده. انا عارف اصطبحت بوش مين. ايه
الخفه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا الاثنين هو ايه؟ سكتناله دخل بحصانه ولا ايه؟ بابا هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه العمارات؟ اه بصي جسيه كده اهو. عموما اطمنوا يا جماعه، الدكتور طمني خالص على الاخر، يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص في العضلات وتمزق فيها، واذا حمل عليها اكتر هيحصل انهيار كامل للعمود الفقري كاملا من اوله لاخره. بس والله في امل يا عادل. يا نهار ابيض، لا ده انت طمنتيني خالص، ده انا كنت خايف الحمد لله يعني انها جت على تمزق. يا نهار اسود يا حبيبي، اذا ما كنتش انا اطمنك مين هيطمنك؟ بس يا عادل ده انا شريكه حياتك يا بابا. طبعا يا حبيبتي، انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي. دولا انت كده بقى هتبقى ابو رجل مسلوخه. يا عادل طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين دول؟ هتروح البازار بكرسي ابو عجلات؟ ابو عجلات يعني ان شاء الله ما فيش مشكله خالص بالنسبه للبازار. بس بجد يا جماعه انا متفائل بالروح اللي حواليا دي، يعني مبسوط جدا. لا وانا عايزاك تتفائل اكتر علشان موضوع البازار ده محلول اصلا. محلول اصلا وبتقوليها بثقه كده وتشوحي بايدك؟ هتعملي ايه بقى يا ننوسة عين مامتك؟ هتجيبي التماثيل ترصيها جنبه على السرير ولا اقولك نصف فاترينا كده ورصي فيها التماثيل بايدك؟ اه يا جماعة على فكرة، واللي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهة معاه. لا يا خفة، انا اصلا قررت ان انا هروح اقعد في البازار مكان عادل. ده على اساس انك خريجة قسم اثار فرع بازارات صح؟ يا رانيا يا حبيبتي، البازار ده مسؤولية وده شغل ضخم ما يقومش بيه 100 راجل على الاقل. يا عادل والنبي اديني فرصتي بقى، اديني فرصتي عشان ازق. انا واد حمل بين وسجاني شباكنا ستاير وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بص انا قلت بقى دولا مش موجود ففرصه اخد هدومي في امين. ما تقلعيش جاك تغسله لك يا رانيا. شيل الهباب اللي انت بتهببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهارده وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك، الغربال الجديد له شده برضه. طشت قاعد في بازار. فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي، استاذ رمزي لو سمحت، انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصيه. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال او منزع؟ والله يعني للاسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للاسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص، استاذ خلص لو سمحتي. من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك. يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري؟ يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافوني هيموتوني. يا اخي يا ريت ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع؟ ده تاجر من تجار التماثيل، بس ايه يعتبر صنم في المجال ده. طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا احنا خدنا منه تماثيل وما اديناهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. احنا بقى فلوسنا عند ناس تانيه ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهما ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت. ماما انا مش عارف انقي الرز ده صح ولا غلط، لان بطلع منه الزلط بس حاسس ان بطلع الرز مش بطلع الزلط. يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري. الف بعد الشر عليك يا حبيبي، انا قلت بس اسليك بدل ما انت قاعد كده لا شغله ولا مشغله. وهو الواحد برضو يعمل بلقمته. عشنا وشفنا عادل قاعد بينقي رز ومراته ماسكه شغل البازار. محدش يتكلم عن ماما كده، دي بقت راجل البيت دلوقتي. روسي ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه؟ خيال مقاتة. شايف بنتك المفعوصة معصوفة الرقبة؟ صحيح اللي بلادر على فمها تطلع البنت لامها. ماما جت وحشتيني يا ماما. حبيبي ماما، روح ماما قلب ماما وحشتيني موت. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. ها ايه يا رانيا، ايه الاخبار؟ جبتي لي الحاجات اللي انا طلبتها منك؟ اوه يا عادل نسيت، معلش. انت عارف زحمه الشغل يا حبيبي، طمني عليك رجلك عامله ايه؟ الحمد لله، هو قاعد زي اي ست بيت شاطره بيتنقي الرز عادي جدا. حشتيني يا حبيبتي، هاو از يور داي؟ ام اوكي يا مامي، انت عارفه بنتك بقى وقدراتها. انا عايزه اثبت لعادل ان وراه ست تاكل الزلط. اهو يا حبيبتي الزلط مجهزه لك لوحده اهو، تاكليه براحتك يعني. طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى.
حماتي حبيبتي لو سمحتي من فضل حضرتك انا عايزه بعد كده اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على السوف لان انا بتعب يا جماعه بتعب فعلا رعوني رعوني الله يخليكم بتعب اوف وادي الرز وادي الزلط مش حب مش عايز اكل رز رانيا هو انت مش هتخرجيني النهارده زي ما وعدتيني يا حبيبتي ولا ايه والنبي عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه طب جبتيلي كريم الشعر اللي قلت لك عايزه يا عادل انا في ايه ولا في ايه دلوقتي وانت بتعملي ايه بالورقه اللي معاكي دي برتب شويه افكار هتخلي البازار ده بازار الاحلام انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام انا تشوفي يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه انت محسساني ان هرجع لاي متحف بص يا عادل انا مؤمنه بحكمه بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل ايه ده ايه ده ايه ده هي دي حكمه ولا فزوره ماما ماما بقول لك ايه عايزه مصروفي ايه ده يا ياسمين يا جميله معقوله هتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود هاتي لي البوك قصدي هاتي لي المحفظه هو انت خدت مصروف من ماما عاجبك كده يا رانيا شايفه الكلام اللي ياسمين بتقوله خدي يا ياسمين خدي حبيبتي يلا يا ستي رانيا انا لسه ما خدتش خدي يا ياسمين ادي لبابي انا خدت يا ابا عادل 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 في واحد بره عايزك اسمه خوفو اسمه المعلم خفرع خوفو خفرع اهرامات وخلاص طيب بدل ما توقف الراجل بره خليه يدخل ويقعد في الصاله واعملي له حاجه بدل ما انت واقفه زي ابو الهول كده ايه ابو الهول طب بس افك الجبس اهلا 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 يا معلم خفرع اهلا 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 يا حبيبي يا اعز واعرق صديق ليا ربنا يخليك ازيك عادل الله يسلمك اتفضل اتفضل الف سلامه والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي يعني مش معقوله يعني لا والله انا اول ما عرفت اللي حصل ده فرحت قصدي زعلت وقلت واجب ان اجي ازورك واقعد اطمن عليك ساعتين ثلاثه خمسه سته عشره زي ما انت عايز يا نهار ابيض يعني واضح ان حضرتك فاضي يعني يا حاج يعني هو فعلا يا بخت من زار وخفف لكن حضرتك هتقعد معايا 10 ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبه برتقال ده تفاح تفاح امريكاني تفاح امريكاني ده تلاقي فيه بوش بقى ايه بوش يبوشك في الفلوق ب 15 جنيه الكيلو ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح تلاقيه زي ما انت قلت برتقال عموما يعني متشكرين جدا والله يا حاج خفرع مش عارف يعني انه ردها لك ان شاء الله في الافراح لا لا مش عايزك تردها لي استنى بس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني ايه جايب لك معايا احلى هديه هديه 100 100 ايه ده تمثال رجله مكسوره بالمناسبه هو رجله مكسوره وانت رجلك مكسوره يبقى الرجلين مكسورين نردها لك ان شاء الله واجيب لك تمثال رقبته مكسوره فكرتني بالواد ابني الشقي دايما بيكسر رقبتي راح اتجوز من ورا مني اتجوز واحده رقاصه وجارته اتجوزها كده لا عرفي كمان اتجوزها عرفي انا نسيت صحيح يا معلم اعرفك بالمدام رانيا مراتي بس متجوزها على سنه الله ورسوله مش عرفي ولا حاجه الحمد لله اهلا يا معلم نورتنا وشرفتنا لا لا انا بشرف بس انما النور منك انت اللي نورتين ما قلتليش اخبار التماثيل اللي انا طلبتها منك ايه موجوده ومركونه عندي بقالها فتره طويله لدرجه انها ادمت قوي يعني بانت انها اثريه بحق حقيقي بس بيني وبينك يا استاذ عادل انت مش عاجبني في شغلك اليومين دول مش عاجبني ما هو ده راجع حضرتك للاسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بيه عادل مع اداره الشغل ايوه انا عايزاني اعمل ايه يعني اجيب الزباين بمطوه من قدام باب البزاره اخليهم يشتروا بالعافيه انا رايي ان احنا نواجه تحديات السوق بان احنا نطور من نفسنا عشان نبين تفردنا في السوق ولو اني مش فاهم حاجه من اللي قلتيه انما كلامك 100 100 يبقى مظبوط هدي لحضرتك مثل ايه رايك مثلا واحنا بنبيع اي تمثال ننزل معاه دفتر عناوين وارقام تليفونات شركه السياحه والطيران والفنادق وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجوده فيها از دعايه يعني للبازار ربنا يخليك ويبارك فيك كده 100 100 هي الطريقه دي اللي هنمشي بيها كل الحكايه
هو ايه اللي مية مية؟ طب ما بالمرة بقى نعمل امسكيات تتوزع في رمضان. سلام، بصراحة انت معاك ست ولا كل الامسكيات. قصدي ولا كل الستات. لا وانت الصادق، انا عندي ست ستات. لا ده انا هقول لحضرتك بقى على فكره، انما ايه هايله. ايه راي حضرتك ان احنا نتفق مع شركات السياحه انها تنزل عندنا الافواج مقابل كوميشن هياخدوه من الارباح؟ لا شايفه راجل فعلا ما يجيبها الا ستاتها. ونضف المكتوت على الكمون. كلمت المعلم خلفاوي زي ما قلت لك؟ اتصلت بيه وزمانه جاي. ربنا يستر يا رانيا، ده انا خايف يجي يولع في البازار وفينا. ده الكلام ده لو انا مش موجوده هنا. مش موجوده ايه؟ ده اذا كان دوله ما كانش قادر عليه، انت هتقدري عليه؟ ممكن تخلص وتنقطني بسكتك؟ وده من اللي قلت لك عليه. اتفضل خد الورق ده. ايه ده، انت داخله انتخابات ولا ايه؟ ده دعايه للبازار يا غبي. ياه ايه الافكار الجميله دي؟ المطلوب توزعها على السياح كلها. ياه ايه الافكار المتعبه دي؟ يلا قول. ماشي، امال هيكونوا بيقولوا ولا ولا تعالى هنا. ايه؟ بتبرطم تقول ايه؟ ما بقولش. لا بتقول. انا دي فاضل. بحسب. يلا قول. السلام على من يرد السلام لاحلى مدام. اهلا اهلا يا معلم خفرع، اتفضل اقعد اتفضل. ربنا يخليكي ويبارك فيكي. الطلبيه جاهزه؟ طبعا جاهزه يا معلم، انت تؤمر. ربنا يخليكي، بس انا معذور شويه، ارجوكي هدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين هدفع الباقيين. قد بعد شهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا معلم. مين؟ المعلم خلفاوي. اهلا يا معلم خوف خفرع. اهلا. احلى ادائك يا اخي. اتفضل اقعد اتفضل. الحقيقة يا جماعة أنا جمعتكم النهاردة عشان نحل مشكلة المعلم خلفاوي مع عادل. لا مؤاخذة يا مدام، الأستاذ عادل زودها معايا قوي، وبعدين أنا صاحب حق يا ناس. معلش يا معلم، أصل هو مش مطنشك، بس هو الموضوع ساعات يعني البني آدمين بتمر بظروف، والمشكلة إن شاء الله محلولة. محلولة؟ إزاي يعني؟ إحنا لينا فلوس عند المعلم خفرع، هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين. أصل الفلوس دلوقتي مع التيوس، وبالنسبة لي إن شاء الله مفيش مشكلة. بس شهرين كتير قوي يا مدام. ويمكن كمان قبل شهرين، ويمكن يومين، بعد ساعتين لما ربنا يفرجها ان شاء الله. اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص بره الموضوع، ومشكلتك مع عادل اتحلت. صافي يا لبن بقى. لا 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 بلاش بلاش، اطوي 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 اطوي. لا خلاص خلاص، ده ايه، هيفك لي الجبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور؟ حضرتك اثبت شويه، ما تبقاش عيل. ما بقاش عيل ولا يعني عشان ابقى راجل؟ استنى يا عم محمد، وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لي رجلي؟ خمس دقايق من المنشار وهتخلص. بص حضرتك، انا بحب الجبس جدا، يعني يا ريت ما يقطعوش خلاص، لان انا ولفت عليه وبعدين مدفي لي رجلي يا دكتور. في ايه يا عمته؟ هما جايبيننا يا دكتور من المطبخ ولا ايه؟ اسكتي خالص، احسن لو سمعك هينشر لك رجليكي كده. ينشرها؟ بس يا ريت قبل ما ينشرها يعصرها. خلاص يا سيدي، شلنا الجبس، كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور، عقبالك كده ان شاء الله، وممكن الصبح تنزل الشغل. الف شكر. استاذن احنا بقى. اتفضل. مع الف سلام. مع الف سلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا قوم يا بطل، شد حيلك، الحق انقذ ما يمكن انقاذه. في يا سناء، البازار ولع ولا ايه؟ لا قصدها تقول ان مراتك عامله فيها ام العريف. جيب العواقب سليمة يا رب. والنبي يا حاجة ادعي لي. ما تلحق يا عادل تكلمها في التليفون احسن تكون بعت لك البازار. ما انا كل ما باجي اكلمها عاملها لي بنضارتها كده، مش عارف اتكلم معاها في اي حاجة خالص. الله، هو انت ما تعرفش هي بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغاية دلوقتي مش عارف، لا شفت منها الابيض ولا اسود، بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض. يا ماما دي حد عارف يكلمها؟ اللي عاملة نفسها بتعمل لي دكتوراه بنضارتها دي. انا بقى بستحلف لها. هتعمل ايه يعني؟ هجيب شوال رز من ابو زلط وخليها تنقيه. كم سلام دولة حبيبي، وحشني يا دولة. ألف سلام عليك يا دولة. أهلا أهلا أهلا. والله يا دولة إحنا في غيابك ولا لنا أي لازمة. يا ابني أنت في حضوري أو في غيابي مالكش أي لازمة يا رمزي. حبيبي يا دولة. إيه البازار ده يالا؟ هو البازار ده بتاعنا ولا إيه؟ لحظة واحدة، أروح أسأل أي حد معدي بره وأجي لك في الرقرة. لا لا لا، روح أسأل وما تجيش خالص. يلا اتكل على الله. حبيبي اضربني والنبي يا دولة اضربني. حبيبي
بصراحة يعني يا دولة الشغل في غيابك كان فريرة. قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريرة؟ يا ريت بقى. اضرب 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 اضرب. والله مش فاهم عينيا، مش فاهم عينيا. يا غبي اسمها مش مصدق عينيا. يا الف حمد لله على السلامة يا استاذ عادل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ازيك يا معلم خلفاوي؟ اتفضل اتفضل. معلش يعني انت المره اللي فاتت لما شرفتني رجلي اتكسرت، ربنا يستر بقى المره دي. يا سيدي عفا الله عما سلف، وبعدين انا خلاص خدت حقي. خدت حقك عشان رجلي اتكسرت يعني هتتنزل عن فلوسك؟ انا مالي ومال الكسر، انا خدت فلوسي من معلم خفرع. المعلم خفرع ازاي ده حصل يعني؟ الست بقى، الست مراتك دي توزن ذهب، ست مخها يوزن بلد، ست ذوق، امال ايه؟ مراتي هي اللي افتكرت. ما عارف دي كلها بناء على توجيهاتي يعني، انا اللي قلت لها حاولي تظبطي كل حاجه ولبسي طاقيه ده لده، فواضح ان انت حضرتك طاقيه وادت المعلم خفرع طاقيه. خدت طاقيه ذهب يعني هديه صغيره اعتراف بالجميل اللي انت عملتيه. يا عادل يا حبيبي والله الموضوع مش مستحمل خالص، يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت اعمل كده. عادل اوعى يكون ده عيار 18. حبيبتي جينا بقى للكلام الفالصو. بجد يا رانيا انا مش عارف اقول لك ايه على موقفك الرجولي اللي انت عملتيه. رانيا انت راجل يا رانيا، ما تحافظ على ملفظك يا عادل. راجل ايه وبتاع ايه؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، انت قمتي بدور ما يقومش بيه 100 راجل، لان انا طبعا ب 100 راجل انت عارف. يا سيدي ده واجب علينا يعني، اتكسر انت بس كده كل يوم وشوف انا هعمل عشانك ايه. اتكسر وكل يوم؟ فعلا حافظي على ملفظي. اقول لك الخاتم ده انت ما تستاهلهوش يا رانيا. خلاص دولة، خد امسك السندوتش الطعمية ده، انت ما اكلتش من الصبح. والله يا رمزي انا ما اكلتش فعلا. بكام السندوتش ده يا عم؟ حاجة عبيطة. خلي ايه اللي خلي؟ انت هتبقشش عليا تصرف عليا هاد ولا ايه؟ دولة واحد يا عم. واحد يا عم؟ الله الله الله، هو كل واحد هيعمل فيها نزيه النهاردة ولا ايه؟ خلاص يا عمنا، بص السندوتش الطعميه ب 13 جنيه ونص. حرامي وغبي، في سندوتش طعميه ب 13 ونص؟ يلا تستهبل. ايه دول مالك يا عم؟ مالك كده يعني دلوقتي؟ انا سرقك برضو زعلان، برضو اعزمك برضك برضك زعلان. لا طب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ فين بقى دوله؟ فين ايام زمان كده؟ هو دوله لما كان يقول لي قشطه يا رمزي اقول له قشطه؟ فينك يا دوله؟ تزعق لي ما زعلش، تضربني ما زعلش. كسرت يا رمزي كسرت. اكيد وقعت من عرف. كاني وقعت من عرف. اتركنت عرف يا رمزي، ما بقاش ليا كلمه في البيت. طب واللي زعل دول؟ طب ما هو انا عندك اهون عمري ما كان ليا كلمه في اي حته في الدنيا ولا ليا لازمه كمان، ومع ذلك انا مش واخدها بحساسيه. يا ابني افهم يا ابني، الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم وما بقتش قادر احكمهم. اسمع دولا، أنا أمي لما اشترت البقرة صبوحة العملية جلت في إيديها بقى لبن وجبنة قريش وشاورما. شاورما؟ كانت بتاخد شاورما من البقرة وهي صاحية؟ يا نهار أبيض، وأنا عمال أقول الزكاوة اللي عندك دي جايبها منين؟ إيه؟ من أمك. لولا لو سمحت بقى، لو عايز تفهم اسمع، لو مش عايز تفهم اسمع. أنا آسف جدا إن أنا قطعت حضرتك يعني، وحضرتك بتنصحني، أنا آسف. اتفضل حضرتك سمعني. أنا بقى أبويا كان تاجر كبريت قد الدنيا. هو عمي على اساس ان انا ما اعرفش مين يعني، كان ايه عنده مصنع كبريت ولا ايه؟ لا يا دوله، كان عنده بقى قرصتين كبريت واقف بيهم كده بس. ايه القرصه فيها 12 علبه كبريت؟ ما شاء الله، ده انت غني بقى. وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالثروه بتاعت ابوك بالكبريت طول الوقت بتلعب، ما انت ابنه البكري لهبل. انا بقى دوله كنت بقوم شاطط عود الكبريت كده واقوم رميه في ودن البقره صبوحه. عشان تستوي وتنزل الشاورما مستويه امك تقطع منها وتبيع للشباب المنحرف في القريه، صح؟ دوله لو سمحت، عايز تستفيد مني اسمع. انا اسف بقطع حضرتك تاني. انا اسف. اتفضل قول. انا بقى ابويا بقى لما لقى ان امي اختنت وكده هون يعني ايه، مسكتش وقرر يحاربها، فقام اشترى لها بقى. اشترى لها بقره طبعا. لا يا دوله، اشترى لها سم وقام مسمم لها البقره بتاعتها، ورجعوا بقى الاثنين فقراء تاني، وانا اتلطمت بقى وجيت لك هنا اهو. يعني انت عايزنا نستفيد من الروايه بتاعتك دي كلها ان انا اسم لهم الفساتين يعني؟ يا دولا مش لازما يعني تسم لهم يعني، انت ممكن تشتري لهم سكينه. سكينه؟ بص برغم غبائك طبعا اللي انت اكيد متاكد منه يعني، وبرغم كل اللي انت بتقوله، بس انا ممكن استفيد بحاجه، ان لا يفل البقره
الا الجاموس. هو انا خش يا ريس، خش يا ريس، خش افرش هنا يلا. ايه ده الاوبن داي بتاعنا، من حقنا نعمل اوبن داي، كل واحد في اوبن دايو. لا ده مش الاسلوب ده يا عادل، بقى الله بقى. هو ده الاسلوب، والبضاعه موجوده وعلى ايدينا اهو. يلا يا زباين، باتنين ونص تعالى بص، باتنين ونص تعالى بص. اي مشروب، اي مشروب بخمسه وتلاتين قرشة، ولا استغلال الستات ولا الكافيهات. انت يا جربوعات، انت تعالى هنا. بص بقى، انت تاخد العصير بتاعي بخمسين قرش، وانت تبيعه بخمسة وتلاتين قرش، والرخيص ثمنه فيه، وانت هتكسب فلوس. ادي كده اهو، امسك. والنبي شو بتقول ايه؟ باتنين ونص تعالى بص، بس باتنين وبس، وخليها تخرب. يلا يا مدام، يلا يا هانم، يلا يا مدام فستان الهام، يلا يا بيبة. انما ايه؟ ولا استغلال جامعة الدول ولا الشهاب. قربوا يا شباب، باتنين ونص تعالى بص، فرش الدولة اسعارها مش معقولة، باضي حريمي بتلاتة ونص. عادل قرب يا مدام، قرب يا استاذ، قرب يا بيه. معانا سبورة، انما ايه، سل الأمورة معانا. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. معايا فلاية. ايه ده؟ بكام دي؟ عشان خاطرك ب15 جنيه، عشان خاطر عيون حضرتك بس. ده انا لسه شايفاها عند ابو دولا ب12 بس. تعالي 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 تعالي، دوقي. دي شايطة ودايبة وبتاعت غسلة واحدة اللي عندي دولة دي. لا 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 لا، بتاعت غسلة واحدة ايه؟ ما انا لابس منها اهو، وبتتغسل كل يوم بالمرتين وبالتلاتة، ولا بتبوظ ولا اي حاجة. باتنين ونص تعالى بص. يا عادل ده مش اسلوب يا عادل للبيع والشراء، يعني ده مش شرف المهنة يا عادل. يا واطي يا عادل، يا واطي. هنحدد بعض ولا ايه؟ يا واطي. لا لا لا، التجارة شطارة، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني. تعال قرب قرب يا مدام، باتنين ونص. قربوا يا اخوانا، طلع يا عادل البضاعة. ايه يا معلم؟ طلع يلا. قرب يا تيزا، البضاعة على الترابيزة. بقول لك ايه يا استاذ، مش عندك خلاصين اطفال؟ خلاصين؟ اديها خلاصين الاطفال من عندك. هلا يا ريس دولا. هلا حمو يا ريس. عاملين بكام النهارده؟ هلا كله على بعضه ب4000. 4000؟ ايوه يا ريس. صدريهم ياد عشان ما نتحسدش. يلا يا انتي، عاملين بكام النهارده يا انتي؟ 200 جنيه. واحنا عاملين في البوفيه كام واحده فتله؟ 300 جنيه. قشطه. عسل. وانتي عملتي كام يا خيبتها؟ 25 قروش. 25 قرش؟ ليه؟ واحد طلبت كوبايه ميه ولا ايه؟ عموما اللي يتكسف من بنت عمه يتجوز بنت خالته عشان تتردحوا شويه. انا ممكن اخد منكم البضاعه كلها، ويعني اراضيكم قرشين. احنا هنحافظ على الفرشه دي لحد اخر شراب في البضاعه. الله اكبر، ايه الروح القتاليه دي انا اللي انا شايفها؟ انت بتحرق اسعار يا عادل. الرئيس دولة. ايوه، انتوا ما حرقتوا دمي، احرق لكم شويه اسعار. وبتشغل الاغاني السكيه علشان تعمل دعايه لنفسك يا عادل. الرئيس دولة. ايوه، ما انا ما دعيت عليكم، الحمد لله ربنا استجاب. ماشي يا عادل، والبادي اظلم، واللي حصلني يكسرني. باتنين ونص نص نص تعالى بص. ايوه باتنين ونص نص نص تعالى بص. قرب 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 يا متغرب، تعالى دور وقرب بجنيه ونص. ويلا يا تانت هنبيع بالقسط، ويلا يا عمو هاتشي مثل حمار. الله يدعى البضاعة. هلا يا عم احنا صوتنا اتنبح بقى دولا بقى. صوتك اتنبح يا هلا، انا جايب كلاب معاك. ما تنادي يدعى البضاعة. بجنيه ونص بجنيه ونص وتعالى بص وتعالى بص. بجنيه ونص بجنيه ونص وتعالى بص وتعالى بص. بجنيه وبس. ايوه بجنيه وبس. بس بجنيه وبس. وبنص جنيه. ايوه وبنص جنيه. وبربع جنيه مخروم. وبربع جنيه مخروم. وهي وهي ايه ده؟ انا مندوب رئيس الحي، تمام؟ وانتم معمول لكم محضر اشغال طريق، واشغال طريق سيادتك يعني ما فيهوش هزار، تمام؟ وهنصادر البضاعه. ايه رايك؟ هنصادر البضاعه.
وانا بقى لم الفرش يا ابني، لم الفرش يلا. وانا بقى فاكرين انتوا نايمين على ودني، بس انا مش نايم على ودني، انا صاحي قوي، صاحي لكم قوي قوي جدا خالص. تمام. رحلة اسكندرية اللي قلت لك عليها امبارح. بالنسبة لرحلة اسكندرية انا لغيتها ولغيت كل الرحلات. لغيتها من نفسك كده؟ وانت ازاي تلغيها من غير ما تاخد رأيي؟ واخد رأيك ليه؟ ده قرار انا خدته وخلاص، يعني عادي جدا. يعني ايه يا ابي؟ هو احنا خلاص يعني مش هنصيف السنة دي؟ يا سلام، حوش حوش اللي يسمع كده يقول البت مقطعة البلاجات يعني. برضو حضرتك ما جاوبتنيش، انا مش فاهمة ازاي تاخد قرار انك تلغي الرحلة من غير ما ترجع لي وتاخد رأيي. قرار، خدت قرار. اول حاجة ان انا خدت قرار بنفسي، ثانيا لان انا راجل البيت فانا الوحيد اللي بياخد قرارات وضع طبيعي يعني. يا سلام يا خيف، فانت بتتريق ولا ايه؟ من غير ما اتريق، ما ده وضع طبيعي. بتريق، ماشي بتريق. تصدق ان انا متفاجئة دلوقتي؟ انا فعلا كنت متخيل ان انت راجل متحضر ومثقف. ولقيتيني ايه بقى؟ رجل من العصر الحجري؟ طبعا، لما تاخد قرار لوحدك من غير ما ترجع لسيدة المنزل يبقى انت رجل ديكتاتور. تور ايه؟ بص يا رانيا، بطلي تنطحي في كلامك لو سمحتي. انا لو انطح في كلامي يا صاحب القرارات اللي بتاخدها لوحدك. قراراتي باخدها لوحدي زي ريموت التلفزيون ده، ما هو في ايدي بحول بيه التلفزيون زي ما انا عايز، احول البيت كله زي ما انا عايز لان انا راجل بيت. عادل، على فكره انت كده بتهرب من المواجهه. يا بنتي يا حبيبتي يا ناموسه، انت من حقه يهرب من السجن اللي هو عايش فيه. وبعدين مواجهه اللي انا بهرب منها يا هانم؟ انت عارف بقى، انا عارف ان انت لو متحضر ومثقف زي ما انت بتدعي يا رجل المنزل، واجهني واجهني زي ما بيحصل في الدول الاوروبيه المتقدمه. اواجهك ايه في الدول الاوروبيه؟ بيعملوا ايه يعني؟ اواجهك ان نروح فرنسا نقعد نتكلم؟ يا ربي، انا ببذل مجهود فظيع ان انا اشرح لك كل الوقت كل حاجه، ان انا شخص مثقف طبعا. يعني في الدول الاوروبيه المتقدمه يا حبيبي يعملوا انتخابات، يعني بيختاروا اللي يتكلم عنهم بالنيابه عنهم في المنزل بالانتخابات، بيختاروا هو اللي بيبقى مسؤول عنهم. لا، الكلام ده بيعملوه في اوروبا لان اوروبا اساسا ما فيش راجل يحكمها زي انت فاكر نفسك السيد ولا ايه؟ انا عايزك تعترف وتقول كده ان انت قلقان تقف قدامي في الانتخابات. انا خايف ان انا اقف قدامك؟ يا نهار اسود يا بنتي، انا واثق من نفسي تماما. انا خايف عليكي ان انت لو خسرت في الانتخابات هتتصدمي. لا وحياة ربنا ما تخاف قوي يا نهار اسود. لا خالص يا عادل خالص. بص انا عايز اقول لك حاجه، انت ما تخش قدامي في الانتخابات، انا هثبت لك ان انا اعرف ابقى صاحبه قرار في هذا المنزل المجيد. لو عمل كده يبقى ديمقراطي، الا بقى اذا كان خايف ومش واثق من نفسه. لا خايف، بقول لكم ايه، ما تكبرهاش في دماغي وهتخلوني ادخل الانتخابات. انت طول عمرك كبير يا حبيبي. قول، عايز ميعاد الانتخابات امتى؟ اي ميعاد، انا ما تفرقش معايا، خلاص انا داخل الانتخابات، داخل الانتخابات. اوكي، هنخش الانتخابات بعد 3 ايام يا عادل. ماشي، بعد 3 ايام واحضر الحمله الدعائيه بتاعتي، وهتتبهدلي هتتبهدلي يا رانيا. طيب المعركه هتبقى هنا في البيت، وكل واحد في البيت هو يكتب اللي هينتخبه في ورقه، ونجيب اي حد يفرز الاصوات. مين اللي هيفرز الاصوات؟ احنا عايزين طرف محايد، بس يا ترى مين؟ رمزي ابن عمك، اهو مننا وعلينا. ايوه صح يا ماما، انا هجيب رمزي هو اللي يفرز الاصوات، وبالمره يمسك لي الحمله الدعائيه بتاعتي. وانا ما عنديش مانع. انت متخيله ان انت ممكن تكسبي يا رانيا ولا ايه؟ يا حبيبي بلا فخر، انا متاكده مش متخيله. والله عشنا وشوفنا الستات ضد جوازهم في الانتخابات. يا انتي، هذه هي الديمقراطيه اللي كل اوروبا بتعمل على هذا المنهج. يا دي اوروبا، يا دي أوروبا. خلاص اوروبا دي القطه كلت عيالها، القوالب نامت والانصاص قامت. ماشي، انا هثبت لك ان انا رئيس مجلس اداره البيت ده بالطريقه الاوروبيه والافريقيه. ما شفت زي الفرح فيك. ايه اللي انت عامله ده يالا؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت مشغله؟ يعني الزبون بدل ما يخش يشتري يخش يعيط؟ يا دولا بقى الاغنيه دي، انا دولا اثرت فيا قوي، دولا كتاب حياتي ده، ولا دولا دي اغنيه جديده وحلوه قوي، انا حاسس ان هي معموله علشاني. هي ايه اللي معموله عشانك؟ وبعدين الاغنيه دي مش جديده، الاغنيه دي من قبل ما تتولد يا ابني. وفين هي حياتك دي اللي عامل لها اغنيه؟ على فكره بقى دولا، انا قصه حياتي دي بقى تنفع فيلم. تنفع فيلم اسمه غباء في غباء. دولا ايه رايك طب ما نخليه غباء ودماء علشان يبقى فيه رعب وجمهور كده. طب ما ايه رايك نسميه دماء في البازار واقوم اشلفطك دلوقتي. انا اسف يا دولا، انا اسف. وفين كتاب حياتك اللي انت عمال تعيط عشانه ده؟ فن الزراعه، القمح، ايه كان نفسك تطلع بليله؟ يالا تعال، عايز ماشي يا دولا. يخرب
بيتك الممسحه اللي احنا بننظف فيها الارض بتبوظها بالدموع بتاعتك. انا اسف يا دول، انا اسف. هي انا دول عايزني في ايه بقى يا عم؟ شكلك كده يا عم معاك منتج وعاملها لي مفاجاه، صح يا دول؟ انت مش محتاج منتج يا رمزي، انت محتاج ملجا يا ابني. انا عايزك في حاجه تانية خالص. عايزني في حاجه تانية؟ يبقى اكيد مثلا عايز تشترك معايا في بطوله الفيلم. ماشي افكر يا دول. افكر. تفكر في ايه بس يا عم رمزي اباظه؟ بطوله فيلم ايه يا ابني؟ لا انا عايزك في موضوع يخصني انا. ايه يا دول؟ انا رمزي داخل الانتخابات وعايزك تقف معايا. طب يا دولا مرشح نفسنا كمان يا دولا؟ يمكن. يمكن ايه؟ ترشح نفسك فين يالا؟ وفي حد عارفك غيري؟ وبعدين دي مش انتخابات انتخابات، لا دي انتخابات عائلية. اللي هيفوز بيني وبين رانيا هو بقى هيبقى صاحب القرار في البيت. الله يا دولا، الله، انا بموت بقى في جو الانتخابات يا دولا. وعايزك بقى يا رمزي تبقى انت اللي هتتولى الحملة الدعائية بتاعتي. انا؟ الله، وانتخبوا مين؟ دولة. وحبيبكم مين؟ دولة. انتخبوا مين؟ دولة. وحبيبكم مين؟ يا فرحتك فيا يا رانيا، يا فرحتك فيا. وهعمل لك بقى يا معلم زفة بقى في الشقة كده، ونزفة بلدي كده، ون عشان زفتي يلا يا زفتي وانا اتجوز. بقول لك انتخابات، انت لا يعتمد عليك ابدا. انتخابات يلا انتخابات. زفت ايه؟ طيب انا اعمل ايه يعني؟ احنا عايزين نعمل خطة محكمة نسيطر بيها على اصوات البيت كله يلا. ايه رأيك يا دولة بقى احنا نعمل سطو مسلح ونقفل الصناديق بتاعت الانتخابات او نرميها في النيل؟ يا ده احنا طالعين نسطو على بنك يلا. لا نسيطر على الاصوات اللي موجودة في البيت، يعني نخليهم كلهم يميلوا ليا، وخصوصا اصوات امها واختها الرخمة دي. ايوه دولة، انت بص تعمل زي النايب بتاع بلدنا دولة، تقول لهم انا لا ان انا يعني لو نجحت في الانتخابات دي هعمل لكم عمرة. عمرة؟ والراجل النايب بتاعك ده كان بيطلع الناس عمره فعلا؟ لا يا دولا، كان هو بيحج لوحده وبعدين بيرجع بقى يقول لنا انا دعيت لكم هناك وانا في الحج وكتبت لكم حجه. لا لا لا، ما ينفعش معاهم الكلام ده، الناس دول مكرين يلا. طب يا دولا انت تهددهم يا دولا انك لو ما نجحتش في الانتخابات دي بقى هتزعل منهم، وعرفهم ان زعلك ده وحش ومش طايقهم يعني. ايه 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 تفكير العصابات ده يا ابني؟ ما اقتلهم احسن. لا 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 لا، ولا رمزي انت افشل مدير دعايه يمسك الانتخابات. يا دولا والله العظيم انا عايز مصلحتك يا دولا. انت عايز مصلحه السجون يالا. طيب قول لي بس هنعمل ايه بقى؟ بص احنا نوزع هدايا، نقول كلام حلو مش بالمطوه يالا، ونضربهم. انت في عرسه في بقك ولا ايه؟ الله يا دولا، الله على الدماغ الكبيره يا دولا. هي دي الانتخابات يا دولا. المهم دلوقتي عرفت هنعمل ايه بالظبط؟ لا يا دولا، بس مش ده كله المهم يعني. المهم بقى امتى الانتخابات يا دولا؟ انا سخنت خلاص. الانتخابات كمان يومين يا لا رمزي، وبعدين انت كمان اللي هتفرز الاصوات وتعلن الفايز اللي هيكون انا طبعا. وكمان هفرز اصوات؟ لا 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 لا، بلاش بلاش تفرز الاصوات. لا يا دولا يعني، لا انا فرحان يعني. ايه الثقه دي يا دولا؟ والله إيه، انا بصراحه دولا انا بشكرك بشكرك بشكرك. يعني كل ما في الموضوع ان احنا مش لاقيين حد يفرز الاصوات غيرك يا سيدي. يا دولا ده انا بقى ابو الرماميز، هعمل لك شويه دعايه لوز. اهم حاجه بقى في الدعايه يا رمزي انك انت تعمل شويه يوفط تزغلل العين يالا. تزغلل العين؟ اطمن يا دولا، هعمل لك بقى على كل يافطه مرايه. فرحتك فيا رمزي، فرحتك.